احنا اليوم هنايا في مدينة الرباط في هذا اليوم التاريخي اللي كتشهد فيه المملكة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكريمته بريجيت ماكرون، زيارة دولة للمملكة المغربية. وهذه الزيارة هذه كتعتبر زيارة تاريخية في ظل العلاقات التي تربط البلدين، المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. طبعا هاد الزياره هذه جات بعد واحد المرحله فتور طويله، يعني تخللتها بعد الغموض حول الموقف الفرنسي حول القضيه الوطنيه. الحمد لله ان في الاخير المملكه الجمهوريه الفرنسيه دركت الموقف وسبقت هاد الزياره اعتراف بمغربيه الصحراء. اليوم كنشهدوها تتمثل على أرض الواقع بتوقيع جلالة الملك والرئيس الفرنسي لاتفاقيات عديدة تخص المجالات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، وأيضا مجيئه على رأس وفد يضم أكثر من 150 شخصية سياسية ثقافية ودبلوماسية للمملكة المغربية. أكيد أن الزيارة دكتور وائل، الزيارة عندها دلالات كبيرة، دلالات اقتصادية، دلالات سياسية، وكما قلت جاءت بعد فتور طويل، لكن ما ميزه هو الاستقبال الشعبي اليوم الكبير. ولهم هذا الاستقبال الشعبي كيترجم على مدى الترابط التاريخي بين الشعب الفرنسي والشعب المغربي. ومن كنقولوا الترابط بين الشعب المغربي والشعب الفرنسي، كذلك بين البلدين فرنسا والمغرب يشهدون يعني علاقات تاريخية تمتد لعقود. أكيد هذا سيترجم على أرض الواقع باستقبال حافل من طرف الشعب المغربي للسيد رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون وكريمته السيدة بريجيت ماكرون. وأيضا قوة المتانة العلاقات الاقتصادية بين المملكة والجمهورية الفرنسية اللي هي ماشي جديدة، طبعا هي تمتد لعقود طويلة. أكيد مؤخرا زادت قوات بشراكات مع مؤسسات فرنسية كبرى هي اللي تعتبر عماد الاقتصاد الفرنسي، هي نفسها هذه المؤسسات اللي اليوم شهدنا توقيع اتفاقيات كبيرة في المملكة برئاسة جلالة الملك. أكيد أن الجمهورية الفرنسية عرفت بأن الشراكة، قوة الشراكة الاقتصادية مع المملكة المغربية هي الطريق الأنسب لتحسين العلاقات الدبلوماسية مع المملكة وطي صفحة الماضي وبدأ صفحة جديدة فيما يخص الاعتراف بمغربية الصحراء والمشي قدما بتوازي مع الدول الأوروبية الكبرى التي يعني سبقت اعتراف بمغربية الصحراء قبل قرار الجمهورية الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون. كذلك هناك حدث مهم مبرمج في هذا اللقاء هو الخطاب الذي سيلقيه أمام البرلمان المغربي. هذا يدخل في إطار زيارة الدولة. نحن نعرف أن زيارة الدولة هي من أعلى الزيارات لرؤساء الدول، والسيد الرئيس إيمانويل ماكرون قام بهذه الزيارة في آخر ولايته قرب يعني آخر الولاية. إذا بالأكيد أنها تتخلل هذه الزيارة غادي تكون فيها يعني خطاب في البرلمان وبغرفتيه والعديد تاع المراسم اللي كتضمنها هذه الزيارة الدولة المعترف بها دبلوماسيا. المنتظر كذلك حسب يعني مجموعه من التنبؤات الصحفيه خصوصا الصحافه الفرنسيه، ننتظر ان تتوج هذه الخطوه باعلان قنصليه ربما في الصحراء المغربيه. اكيد هذا ربما هذا هو المتوقع، لان الاعتراف الشفوي بمغربيه الصحراء
واللي كيتليه مباشرة الزيارة القوية للرئيس ماكرون على رأس في إطار زيارة الدولة للمملكة المغربية، أكيد أنه سيتوج بافتتاح إن شاء الله قنصلية بالصحراء المغربية على غرار الدول التي سبقت وفتحت قنصليات في الصحراء المغربية. كذلك من ناحية استراتيجية، ربما اليوم فرنسا ترسل رسائل واضحة خصوصا لأعداء الوطن وأعداء يعني الوحدة الترابية، ما قولكم في هذا؟ أكيد كما ذكرت أنا في الأول، بعد الفطور الذي أصاب العلاقات المغربية الفرنسية واللي تخللها غموض حول الموقف الفرنسي، من الطبع أن الآن بعد الدراك الجمهورية الفرنسية للخطأ اللي قامت به في الفترة السابقة، أكيد أنها ستظهر للعالم وللجيران وللأعداء أن قوة ومتانة العلاقات المغربية الفرنسية واللي كانت دائما قوية وغادي تزيد في القوة ديالها مع هذه الشراكات التي ستبنى في الحاضر والمستقبل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.